وسائل التواصل كشفت أناساً على حقائقهم، بل كشفت المستور، بل عرت أشخاصاً من اللباس الذي يستترون به. كيف؟ كشفت عمن لا يحب التوحيد، سواء كان عدم حبه مباشرة أو غير مباشرة، بقصد أو بغير قصد. أما من هو مباشرة وبقصد فهؤلاء هم الرافضة والصوفية وأشباههم. أما من يتلبس فهذا هو الأمر الخطير جدا على الأمة. نعم، تذم هذه الدولة، لنكن صرحاء، تذم هذه الدولة. سبحان الله، هذا إضعاف للتوحيد. ما الذي يحيط بنا الآن من كل جانب؟ الرافضة. من الذي يرفع لواء السنة ولواء التوحيد؟ وإن كان هناك بعض ما يكون مما يراه بعض الناس، هذه الدولة، لنكن صرحاء، لا لأني منها، لا، لكن هذا هو الحق. بل إن هناك أناس نعرفهم من أهل الخير ليسوا من هذه الدولة، ومع ذلك يحبون هذه الدولة لما فيها من التوحيد ولما فيها من الخير، ومع ذلك بعض الناس عنده حساسية من هذه الدولة مما يقع فيها، مع أنه ذهب إلى بعض البلدان. وأنا لا أبرر ما يفعل في بعض البلدان حتى يفعل عندنا، لا، لكن لو فعل شيء واحد مما يفعل في تلك البلدان يمكن لنسبوا إلينا الكفر، لكن عندنا حساسية لهذه الدولة. سبحان الله، يعني إذا ذهب إلى هناك كأن الأمر لا شيء، بل يثنى على تلك الدول، فأصبح بعض الناس مثل الأعور. نسأل الله السلامة والعافية. فحافظوا على دينكم، حافظوا على توحيدكم.